لك؟ ما الأمر؟ أرى أنك شارد الذهن، ترى في ماذا تفكر؟ بصراحة أنا قلق جدا. لماذا؟ فكما تلاحظ نحن لم نرى قردا واحدا منذ وصولنا إلى قارة إفريقيا. أنا لاحظت ذلك أيضا. ربما لا يحبون العيش هنا. ربما يا بول، ولكني لا أعتقد ذلك. من المؤكد أن القردة مجتمعة الآن في مكان ما حول شريخان، وذلك لتلقي تعليماته. دع الجميع يأخذون قسطا من الراحة. فكرة رائعة، سأبلغ الجميع بالأمر. توقفوا للراحة. فيما تفكر؟ أفكر فيما يخطط له شريخان الآن. أرسل من يستطلع الأمر. نعم، كنت أنوي تكليف ثن وإكسل بهذه المهمة. لا يصح لهذه المهمة إلا طائر أنا مستعد لتنفيذ هذه المهمة. المهمة صعبة. كن مطمئناً، فلن أجد أي صعوبة. إنها أصعب مما تتصور. أقدر خطورة عملي. هل أستطيع مرافقته؟ تستطيع ذلك بكل تأكيد. أنا أيضاً أود مرافقتهما، سأحميهما. ومنذ متى أصبحت قادراً على التحليق عالياً يا بول؟ وفر نباحك يا بول. أرجو أن تعفيهما من هذه المهمة، لأن الأمر يحتاج إلى شجاعة. معك حق، لكن استطلاع الأمر من أعلى يعطينا نتيجة أفضل ويوفر الأمان لمن سيقوم بتنفيذ المهمة. هل نستطيع البدء بتنفيذ المهمة؟ تريثا قليلا. لماذا؟ كنت أعرف سلفا أنه لا يثق بهما. هيا بلغ النسر ما أمرتك به. لماذا أرسلت في طلب النسر؟ لماذا؟ النسر طائر قوي، وهذه المهمة من اختصاص الطيور، فهمت؟ المهمة الخاصة إلى مبعوثين مؤهلين. أسلوبك هذا فظ جدا يا بول. اصمت على ندفت ريشك. لما أنت غاضب هكذا؟ هيا انصرف الآن يا بول. عصافير بطني تزقزق من شدة الجوع يا ثن. حاول أن تغفو قليلا. أتذكر تلك الأيام الرائعة التي قضيناها في البحر يا ثن؟ لا، لا أذكرها. أنا أذكرها. يا هذه الأمسية الرائعة، استمتعوا بوقتكم. أنت ما عندك حق. هناك قطعة أخرى. رائع، قطعة كبيرة. ذنبي، ذنبي. لقد نجونا بأعجوبة. ما لذها. كانت أياماً رائعة. لا تنسى أن حياتنا برفقة سيمبا وباقي الأصدقاء رائعة أيضاً، لا تنسى ذلك. لكنها حياة بلا جب. وما طعم الحياة بلا جب؟ حديثك المطول عن الجبن جعلني أشم رائحة الجبن الطازج. أشعر الآن بشعورك تماماً، حتى إنني لم أعد أستطيع مقاومة رائحتها. معقول؟ لقد تحول الحلم إلى حقيقة. هل أثر فيك الجوع إلى هذه الدرجة يا إكسل؟ ها؟
من أين حصلت على قطعة الجبن الشهية هذه أيها الماكر؟ هيا خبرني خبرني. من أين أتيت بالجبن؟ أنا فتحت عيني فجأة فرأيت قطعة الجبن قربي. أظن أن ما حدث يا إكس إل كان بفعل قلادة تحقيق الأمنيات هذه. لا 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 أظن ذلك أبدا، لأن القلادة لا تفيدنا إلا في تخطي المواقف الصعبة جدا. من قال ذلك؟ ألم نصل إلى درجة فقدان الوعي من شدة الجوع؟ انظر، سأتمنى الحصول على قطعة شهية من الحلوى اللذيذة. أين الحلوى يا ثن؟ يبدو أنها لا تعمل عندما نود أن تعمل. ألا تعلم ماذا يخطر في بالي الآن؟ لا لا أعلم. أحتاج إلى عصير بارد. معقول؟ هذا لا يصدق. ها قد نجحت محاولتي يا ثن. سنحقق أمنياتنا أمنية أمنية. لقد رويت عطشي. خذ. بدأ النعاس يداعب أجفاني من جديد. أنا أيضا أشعر بالنعاس. لم أعد أستطيع مقاومة النعاس. نم قليلا. سنحاول لفت انتباههم إلينا لحظة اقترابك من سطح الأرض. حسناً. احذروا، هناك من يتجسس علينا. هناك ثلاثة غرباء يحلقون فوق المنطقة يا سيدي. ترى هل سمعوا حديثنا؟ ماذا تنتظرون؟ هيا ألقوا القبض عليهم. إياكم أن يكتشفوا مخططاتنا. كن مطمئناً يا سيدي. احذروا أعوان الشريخان، احذروا. سأخبر سيمبا بما يدور هنا الآن. بسرعة. انظر. ماذا هناك؟ انظر إلى الأعلى، هناك معركة جوية طاحنة. لا أرى شيئا. لا أرى شيئا. هل أنت واثق بما قلته؟ ولو. انظر في ذلك الاتجاه يا إكس إل، لم تنتهي المعركة بعد. ألا ترى؟ لا لا أرى شيئا. أنصحك باستخدام نظارات طبية يا حبيبي. أنا لا أشكو من قصر في النظر، ربما ساعدتك القلادة على رؤية أشياء لا أراها. يا سلام، وجهة نظرك صحيحة جدا. لنخبر سيمبا بالأمر. هيا سيمبا. سيمبا سيمبا، يخوض لونجين الآن معركة جوية ضد أعوان شريخان، وذلك بمساعدة النسر الرمادي، وشريخان يستعد الآن لشن هجوم علينا أيضا. صدقني هذه المرة يا أخي، صدقني. سأصدقك إذا قلت لي كيف حصلت على هذه المعلومات. رأيت كل ذلك من خلال هذه القلادة. يطلقون عليها اسم القلادة العجيبة. القلادة العجيبة؟ نعم، قال لنا زعيم الفئران إن القلادة العجيبة تساعد على تحقيق الأمنيات أيضا. سيمبا، لونجين الآن في خطر. أنا لا أستطيع تأكيد ذلك أو نفيه. ألم تتخلصا من الهذيان بعد؟ ولكن نحن لا نهذي الآن. صدقنا يا سيمبا.
ربما يعاني إكسل وفين الآن ما هو أشد وطأة من الهذيان يا سيمبا. لكن ماذا تقصد؟ يبدو أنهما أصيبا بالجنون. ماذا 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 تقول أيها الأحمق؟ يبدو أنك لا تعرف من هو أحمق. انتظرا هنا. صدقنا. أرأيت أصبحت الكلاب أصدق منا. سيقتنع بكلامنا آجلا أم عاجلا. لم يعد الأصدقاء الثلاثة حتى الآن. هذا ينذر بالخطر، لذا أفضل أن نرحل. إلى الأمام. لقد أصبحوا على مقربة منا يا سيدي. أظن أنهم لا يشعرون بوجودنا. إذن هاجمهم. اسكت. حاضر حاضر. لماذا لا تهاجمهم يا سيدي؟ اصمت. إذا هاجمناهم الآن فستفقد المعركة عنصر المفاجأة. يا هكذا العبقرية يا بلا. لا تندهش. هيا استعدوا، هناك تفتيش. ما الذي يضحكك؟ أنا سعيد. ظننت أنك تسخر مني. وهل أجرؤ على فعل شيء كهذا يا سيدي؟ إذن افرح كما يحلو لك. كفى كفى. لماذا تضحكون؟ هل هناك ما يدعو إلى الضحك؟ والابتسامة. الابتسامة ممنوعة أيضا. انظر إلى الأعلى يا بال، انظر. يخيم الهدوء على المكان. ترى ما الذي يخطط له شريخان. سيمبا. أحمل إليك أخبارا مهمة. لقد نصب شريخان وأعوانه كمينا لنا في أعلى الهضبة. يا أخي صدقني هذه المرة، صدقني. يطلقون عليها اسم القلادة العجيبة. إذن لم يخطئ ثن عندما حذرني من خطر شريخان. أصاب ثن وأخطأت أنا هذه المرة. لقد وصل لونجين. سنخوض اليوم معركة حاسمة ضد سيمبا عدونا المشترك. سننتصر بالتأكيد. سننتصر عليه أيها الأبطال. يحيى شريخان. يحيى شريخان. يحيى. سيدي سيدي سيدي، أظن أن سيمبا شعر بوجودنا. هل سمعتم؟ هيا هاجموا، هيا بسرعة، هيا. تصرف يا سيمبا، فالأعداء يتجهون إلى هنا. مستعدون لصد هجومهم. جيد، فلتتجه الفيلة إلى المقدمة. هيا اتبعوني. تحرك الدببة، هيا. لن أدعك تخاطر بحياتك، لأننا جميعا نستمد القوة منك ولن تقوم لنا قائمة من بعدك. أجيرا. أنا ذاهب.
هناك جرحى. سنتولى معالجته. صحة يا سيدي. هل لاحظت قوة سيراتو؟ إنه يقاتل بشجاعة. لننضم إليهم يا أسئل. هيا هيا. أنزلنا يا بيمبو لو سمحت. دعنا نشارك في المعركة. أفضل أن تطلعاني على سر القلادة العجيبة أولا. كنت أعرف أنه سيقتنع. هذا نصر لنا. ذلك الحيوان المضيء النتيجة. لما لا نفكر في شراء حيوان مضيء أيضا؟ لا أملك الوقت الكافي كي أعاقبك على اقتراحك هذا. عودوا إلى أرض المعركة أيها الجبناء، وألا قضيت عليكم واحدا تلو الآخر بنفسي. عودوا. علينا أن نفعل المستحيل كي نضمن نتيجة المعركة. سأغني لكم الآن أغنية النصر. أسمعنا أسمعنا. دعني أستمع إلى الأغنية. أنا أيضا أود سماع أغنية النصر يا بعلو. شكرا. كلما طلع الصباح حاملا عبق الورود ناشرا مع الرياح نشوة الفرح الجديد، ننطلق نحو التلال نملأ الغابات والبراري، نملأ السهول والأدغال بالأغاني، نستقبل الحياة بالحب والأمان، أحلامنا أمالنا نقية المعاني، تطلب الخير الوفير لعالم الأدغال، نحن كالأطفال نستمتع بالغناء، نغني للأدغال ونغني للسماء، اسمعوا أصواتنا تملأ الدنيا هنا، نحن كالأطفال. هل اقتنعت الآن؟ أنا لست مجنوناً.